مصر النهضة بنحلم لبكرة. أهلا بحضرتكم مرة أخرى. نرجع أفكركم عندنا تقرير مهم عن الزبالة في منشية ناصر النهاردة، وعندنا لقاء مع فضيلة الشيخ خالد الجندي عن الآية الكريمة لا تزر وازرة وزر أخرى، عشان خاطر هو شرحها بطريقة جديدة نوفي، فده هيبقى مع لقائنا النهاردة إن شاء الله. أخبار هذا المساء الحقيقة أول خبر، الرئيس مبارك تفقد عدد من الشركات الصناعية في برج العرب. النهاردة تفقد الرئيس مبارك عدد من الشركات الصناعية والمواقع الإنتاجية بمنطقة برج العرب الصناعية بغرب الإسكندرية، زي ما أنتم شايفين الصورة قدامكم مع الوزير والسادة الوزراء والسادة المسؤولين كلهم. دي مرحلة إنتاج استثمارات بلغت 150 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة، يعني هتوفر 1000 فرصة عمل جديدة، وصادراتها بتصل الى 100 مليون دولار سنويا، يعني حاجة ضخمة مش حاجة قليلة. ومهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والاستثمار شرح للرئيس الموقف كله بشكل عام والنشاط الاستثماري اللي موجود في منطقة برج العرب. على فكرة دي من الحاجات الكويسة جدا في البلد، اللي هي فتح مجالات اماكن جديدة، يعني تشعب في اماكن كثيره جدا في مصر لعمل استثمارات، ده حاجه مهمه جدا. كمان رئيس مبارك بكره ان شاء الله هيلتقي بعدد من المثقفين والادباء، انت شفتوهم امبارح التقى بمجموعه من الساده الفنانين والفنانات. بكره ان شاء الله الرئيس مبارك هيلتقي مع عدد المثقفين والادباء، انتوا عارفين ده اللقاء بيحرص عليه الرئيس مبارك سنويا، بيناقشوا القضايا بشكل مفتوح وبشكل حر جدا، وانا حضرت اللقاءات ديت بعضها يعني، وبتبقى حاجه كويسه جدا مفيده للجميع، يعني الناس بتعبر عن بعضها عن نفسها وعن قضايا الوطن، والرئيس بيستمع وبتبقى شيء كويس جدا. المجلس الاعلى للجامعات يوافق على انشاء اول كليه لزراعه الاعضاء، دي حاجه جديده نوفي، ودي حاجه كويسه جدا ومتطوره جدا، ومعانا معالي الوزير الدكتور هاني هلال هيكلمنا عن هذه الكليه. معالي الوزير مساء الخير. مساء الخير استاذ محمود. ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. كل سنه طيب، يعني بقالنا فتره كبيره ما سمعناش صوتك. احنا لازم نتقابل قريب، احنا بنتقابل مع كل سنه يعني وتنسيق وبتاع وحاجات زي كده، السنه دي لازم نتقابل ان شاء الله. ان شاء الله سيادتك هتشرفنا قريب اذا كانت مواعيدك تسمح ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. معالي الوزير تكلمنا عن كليه زراعه الاعضاء دي. طبعا كليه زراعه الاعضاء دي الحقيقه من ضمن خطه الوزاره في التعليم العالي، هو انشاء كليات للتميز، خاصة بالبحث العلمي وخاصة أيضا بالعملية التعليمية وإعداد الكوادر البشرية. احنا جامعاتنا الحقيقة فيها تميز في مختلف الجامعات، فبنحاول نعظم هذا التميز في التخصصات المختلفة. جامعة المنصورة الحقيقة كانت سباقة في مركز الكلى اللي أسسه الأستاذنا الفاضل الدكتور محمد غنيم. طبعا أستاذنا الكبير. في زراعة الكلى أيضا كانت تميزت بعد ذلك في زراعة الكبد والجهاز الهضمي ودخل النهارده في كثير من المشروعات الدولية. برضه للسادة المشاهدين أو المستمعين، أيضا جامعة المنصورة ومراكزها الطبية أصبحت مركز تدريب عالمي، يعني مكافأة دول العالم للتدريب. احنا جامعة المنصورة قررت في إطار المسابقة اللي احنا عملناها ما بين الجامعات المصرية بأن احنا ننشئ مجموعة من الكليات الدراسات العليا المتميزة والمتخصصة أيضا في المجالات اللي العالم اعترف حاليا بتميزها في هذا المجال. كليه جامعه المنصوره اختارت كليه زراعه الاعضاء، عملت مجموعه من الدراسات اللي بقى لنا سنتين بندرس في هذا الموضوع، دخلناها المجلس الاعلى للجامعات اللي في اجتماعه السابق واخذنا قرار بالموافقه، وحنرسل هذا الطلب الى مجلس الوزراء نكمل اجراءاتنا التشريعيه بصدور القرار الجمهوري. ايضا هناك كثير من المساعدات الخارجيه التي ستدعم هذه الكلية. أيضا هناك اتفاقات حاليا مع كثير من الدول والمستشفيات الدولية لتدريب الأطباء اللي موجودين عندهم على بعض التكنيكس وبعض الوسائل وبعض التجارب اللي كانت موجودة في جامعة المنصورة واللي تتميز بها جامعة المنصورة. يعني معالي الوزير اسمح لي نقدر نقول المشاهد اللي هو بيتفرج علينا دلوقتي هيستفيد ايه من هذه الكلية الجديدة؟ المزارع المشاهد او المواطن هيستفيد. المواطن هيستفيد ان احنا النهارده احنا تعليم وبحث علمي، هنعد جيل جديد من الاطباء
القادرين على زرع الأعضاء. احنا يمكن من سنوات قليلة كنا بنزرع الكلى فقط، دلوقتي بنزرع كلى وكبد، عندنا داخلين بعد كده على زرع جزء من الكبد، داخلين على زرع الرئة، داخلين على الرئة، داخلين النهاردة في تجارب بتتم في بعض الجامعات على ليس على الإنسان ولكن على حاجات أخرى. يعني احنا النهاردة المواطن هيستفيد، هيستفيد ان يكون هناك طاقة بشرية مصرية مدربة تستطيع ان تتعامل مع هذا التقدم العلمي اللي موجود. دكتور هاني بشكر حضرتك جدا، وفي انتظار حضرتك تشرفنا في استوديو البيت مجلس مصر النهارده. شكرا معالي الوزير. النيابه الاداريه طلبات العلاج، ده الخبر، طلبات العلاج على نفقه الدوله لاعضاء البرلمان اللي هو مجلس الشعب كانت لها معامله خاصه. كشف التحقيقات الاوليه للنيابه الاداريه في قضيه مخلفات العلاج على نفقه الدوله ان مدير عام المجالس الطبيه المتخصص السابق شك كلا فريق عمل من الأطباء لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين. ومن هنا تعرفوا ليه الناس بتتقاتل على عضوية مجلس الشعب، عشان الحصانة وأشياء أخرى. مستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهو مستشار يعني على مستوى عالي ورفيع، أصدر قرار بإحالة المخالفات التي انطوى عليها موضوع نواب العلاج على نفقة الدولة للمكتب الفني للتحقيق فيها وتحديد المسؤولين عنها بوزارة الصحة، حيث تجري النيابة تحقيقاتها بشأن المخالفات التي شابت استصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لصالح بعض المواطنين. طبعا الحكايه دي طبعا كلكم تابعينها من فتره، وحكايه ماساويه جدا. صحيح انه في ناس مواطنين عاديين استفادوا من طلبات العلاج اللي بيعملوها النواب، في ناس غلابه استفادوا، لكن واضح ان الاغلب كان في تلاعب جامد جدا. معرفش بقى الحكايه دي هترسى على ايه، هيعملوا ايه في النواب دول، ولا برضو المجلس سايد قراره، ولا ايه، مش عارف الحقيقه. فهنشوف على كل حال، التحقيقات جاريه على قدم وساق، وهنشوف اخر التحقيقات ايه. بس اللي على جنب التحقيقات حاجه لطيفه كده، انه المدرس واقف في الفصل فلقى دخان، فلقى طالب مولع سيجاره، فيعني انزعج جدا، ازاي الطالب مولع سيجاره؟ فجري راح للدكه اللي قاعد عليها الولد الطالب. فين كان ده الكلام ده؟ في المدرسه الفنيه المتقدمه الزراعيه، مش الرخيمه، المتقدمه بقى في ايه؟ بان الولد طلع ما شافش سجاير، طلع بيشرب بانجو، ولقوا معاه لفافه بانجو وأوراق بفرة وثلاث سجاير حشيش. يعني استباحة زي الفل، استباحته فل، بانجو وثلاث سجاير حشيش ورق بفرة. طبعا ودوه الشرطة وراح النيابة والحاجات دي كلها. الناحية التانية بقى، الطالب اللي في إعدادي اللي في المدرسة التجريبية بشبين الكوم شافوها بيصور الأبلة لا مؤاخذة بالفيديو بالبتاع بالتليفون، الأبلة تديله ظهرها وهي بتشرح على السبورة، يديها صورة، يديها واحد الصور. حقيقة يعني ده الكلام ده كنا ناقشناه مع السيد وزير التربية والتعليم، في انه في مشاكل في سلوكياتنا عايزة شغل كتير. يعني الطالب اللي لقوا معاه بانجو دوت في تانية ثانوي ولا في اولى ثانوي ده يتسجن؟ مسألة محيرة الحقيقة. يعني دوت الطالب طايش، ده يبقى ضاع مستقبله. لو وديناه النيابة وحققنا معاه سجن، النيابة راح مستقبله وبقى عملنا مجرم جديد. الولد اللي صور الابله دوت هيعملوا فيه ايه؟ يعني ده هيبقى عقابه ايه؟ فبنشوف ظواهر في المجتمع كتير جدا، واسوأ ظاهره موجوده في مجتمعنا النهارده هي حكايه ان الناس مش طايقه بعض. يعني تلاقي الناس عصبيه طول الوقت، كلها عصبيه جدا. المساله دي يعني محتاجه ان احنا نحاول نغير نفسنا شويه، لان بقينا عصبيين جدا. صحيح ظروفنا الاقتصادية صعبة، ظروفنا الاجتماعية صعبة، ظروفنا السياسية أصعب، ومحدش شايف حاجة في المرحلة اللي جاية، محدش عارف يشوف حاجة خالص، الدنيا كده تبدو ضلمة كحل. لكن ده مش معناه إن إحنا نبقى عندنا سوء خلق، ما مش معناه كده خالص. يعني مش معناه إن إحنا نبقى مش طايقين بعض، لأن ميزة الشعب المصري طول عمره إنه شعب متحاب ومتجانس مع بعضه ومتآلف مع بعضه. ودي الفكرة اللي احنا بنعملها في البرنامج عندنا في الجزء اللي انا بقدمه يوم السبت،
في باب المشاكل والناس بتتضرع، وانا بشكر كل اللي اتضرعوا، وعايز النهارده كل راجل طيب وست طيبه وشاب طيب وشابه طيبه وهي بتصلي الفجر تدعي الراجل الكريم اتبرع لراجل تاني عنده بيعمل عمليه بره خارج مصر، اتبرع له مبلغ كبير جدا، فيدعوا له بالرحمه لان هم اولاده تبرعوا للراجل المتوفى. يعني احنا بنعمل دي مش بهدف بس ان انا اجمع اشبك فلان معاه فلوس يدي اللي معهوش فلوس، لا احنا بنعملها بهدف ان احنا نحس ببعض زي ما كنا بنحس ببعض زمان. زمان احنا كان حد يموت في الشارع او يعيا او حاجه، تلاقي الشارع كله ملموم حوالين الحكايه، تلاقي الصوان يتفرد والناس الدكاكين كلها تقفل والدنيا كلها حزينه في الشارع، يعني فرح تلاقي كل الناس مع بعضيها وكل الناس مهيصه وكل الناس بتساعد بعض. يعني لازم نحافظ على، يعني مش عارف اقول كلام انشي، على كل حال في محاوله لسرقه وتهريب تمثال